الظهيرة من الميادين، والبداية مع العناوين. المرشد خامنئي لإسماعيل هنية: الجمهورية الإسلامية لن تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني، ولوحدة الفلسطينيين دور مؤثر في إفشال مخططات العدو. طهران تعلن عن خط بحري جديد لربط شرق العالم بغربه بدلا من قناة السويس. موسكو تصف الوضع في ليبيا بالمعقد والصعب، وأنقرة تتهم حفتر وداعميه الأجانب بمواصلة الفوضى. واشنطن بوست تنقل عن مصادر سعودية وأمريكية أن محمد بن سلمان يعد لائحة اتهامات بالفساد ضد محمد بن نايف. في ذكرى استقلال فنزويلا، مادورو يتهم واشنطن بتصعيد سياستها العدوانية وزيادة معاناة الشعوب خلال أزمة كورونا. وبعد هنيهة، وتتابعون في الظهيرة: حفل موسيقي ضخم في بعلبك من دون جمهور، مئات العازفين والمغنين يقدمون مشهد صوت الصمود. مساء الخير. أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن بلاده لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه. وفي رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، دعا السيد خامنئي الشعب الفلسطيني وفصائله إلى الحفاظ على الوحدة لإفشال خطط الاحتلال الإسرائيلي. أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه. وفي رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أعرب السيد خامنئي عن امتنانه لمجاهدي حركة المقاومة الفلسطينية التي هيأت موجبات ضعف أمريكا والكيان الصهيوني، وقال إن المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا سياسة التهديد وخديعة المفاوضات الأمريكية والإسرائيلية بفضل منطق العقل والخبرة. خامنئي رأى في رسالته أن الاحتلال باستراتيجيته التوسعية يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خطة السلام والضغط الاقتصادي والحصار، داعيا الشعب الفلسطيني وفصائله إلى المحافظة على الوعي والوحدة والتلاحم لما لها من دور مؤثر في إفشال الخطط الإسرائيلية. والآن ينضم إلينا من غزة القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان. مساء الخير دكتور رضوان. يعني ما أهمية ودلالات هذه الرسالة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للفصيل المقاومة حماس في قطاع غزة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذه الرسالة المهمة والقيمة، وخاصة في هذه المرحلة، من السيد القائد المرشد علي خامنئي للأستاذ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتي أكد فيها المرشد القائد على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولن تدخر الجمهورية الإسلامية جهدا في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه في ظل تصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية للمخاطر والتصفية النهائية فيما يسمى بقضية سرقة الأراضي وضم الأراضي تطبيقا لصفقة القرن. هذه الرسالة لها من الأهمية بمكان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، تمثل دعما رئيسا واستراتيجيا للمقاومة على أرض فلسطين، وهذا يدلل على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للحقوق الفلسطينية والداعم للمقاومة الفلسطينية. نحن نثمن هذه الرسالة ونقدرها عاليا، لأنها تدلل على هذا الدعم المتواصل للقضية وللمقاومة الفلسطينية، وتدلل على وقوف إيران مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وأن تأتي هذه الرسالة
من رئاسة وقمة الهرم في إيران السيد القائد المرشد علي خامنائي تدلل على أن إيران بمرشدها وقياداتها وحكومتها وكل أبناء الشعب الإيراني هم يدعمون القضية الفلسطينية، ونحن نقول إننا سنواصل مسيرة المقاومة حتى نفشل صفقة القرن وقرارات الضم، ولنؤكد على استمرار التمسك بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. نثمن هذه الرسالة عاليا وهذا الموقف المسؤول والمبدئي من الجمهورية الإسلامية ومن السيد القائد علي خامنائي. نعم. الذي يدلل على الدعم المستمر لهذه القضية والمقاومة الفلسطينية. دكتور إسماعيل، تتحدث عن دعم استراتيجي وكذلك رئيسي في ظل هذه المحطة المفصلية لتصفية القضية الفلسطينية، كيف سيستثمر حمسويا هذا الدعم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك فصائل المقاومة وفلسطين أجمع من خلال هذا الدعم؟ أتحدث بأرض الواقع، هل يمكن أن نشهد تحركات يمكن مشابهة لشكل جديد من الانتفاضة خصوصا بالضفة مثلا؟ نعم، لا شك أن هذه الورقة وهذه الرسالة الداعمة والموقف العملي الداعم في الميدان للمقاومة الفلسطينية، الدعم السياسي والمادي والمعنوي والعسكري الذي تقدمه إيران مشكورة، لا شك أن له ترجمة على أرض الواقع. أول شيء كسر إرادة هذا الاحتلال الصهيوني وخلق توازن الردع مع هذا الكيان الصهيوني والإعداد لمعركة التحرير. الجانب الآخر كذلك ستكون لها يعني إثارها الإيجابية على تحقيق الوحدة بين فصائل المقاومة وتمتين هذه الوحدة على الأرض الفلسطينية، وهذا يعني سينسجم مع اللغة الوحدوية التي حث عليها السيد القائد والتي رأينا ترجمة عملية يوم الخميس الماضي حينما كان المؤتمر الصحفي للشيخ صالح العروي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجبريل الرجوب. هذا يدلل على أننا نسير اتجاه تحقيق الوحدة ولمواجهة هذا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وضرورة توحيد كل الجهود لمقاومة ما يسمى بضم الأراضي وسرقة الأراضي، ولنؤكد على أننا موحدون في مواجهة صفقة القرن وقرارات الضم وأنها لن تمر وسنجابها بكل ما أوتينا من قوة. هذا الموقف المبدئي والداعم من إيران ومن أمتنا يعطينا أملا أن المستقبل لنا وأن المستقبل للمقاومة ولوحدة هذه الأمة ولكل مكونات الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية. أما الخزي والعار والتراجع للمهرولين والمطبعين الذين لا يمثلون شعوبهم ولا عمق ضمير هذه الأمة النابض بالحب لفلسطين والذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية كما هي إيران اليوم، التي تؤكد على لسان المرشد علي خامنائي بأنها تدعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه سواء على صعيد المقاومة والدعم المادي والسياسي أو على مستوى الدولي لملاحقة قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى دعم أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض الفلسطينية. هذا التنسيق دكتور إسماعيل هو رد يعني من قبل إن كان محور المقاومة أو كل الأطياف، أتحدث بفصائل المقاومة أو دول داعمة لفلسطين وخصوصا في إطار مخطط سرقة الضم أو مخطط الضم الذي يسعى إليه نتنياهو وكذلك داعمه ترامب. اليوم هل هو رد أيضا على من ذكرت بأنهم مهرولين نحو التطبيع، خصوصا أننا نتحدث عن أنظمة عربية قد تجاوزت يمكن مبدأ التطبيع بل ذهبت إلى التحالف الاستراتيجي والبصمات عربية بمخطط الضم؟ هذا التنسيق والتبادل في هذه المواقف المبدئية وعلى مستوى المرشد العام السيد علي خامنائي يدلل على الاستمرار في دعم محور المقاومة، وهذا يدلل على أننا حريصون على وحدة الأمة بكل أطيافها، ولكن يقف على رأس هذا التكتل الذي نحن نريد أن يكون أكبر تكتل عربي إسلامي داعم للموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة صفقة القرن وقرارات الضم. وعلى رأس هذا التكتل الإسلامي تأتي قوى المقاومة
وهذا يترجم بشكل عبري من هذا الموقف المبدئي والداعم من السيد القائد علي خامنئي المرشد الذي يؤكد على استمرار هذا الدعم والموقف المبدئي الداعم للقضية والحقوق الفلسطينية. نحن حريصون على تمتين هذه الجبهة وعلى الاستمرار في العمل المشترك على صعيدنا في الفصائل الوطنية والإسلامية التي بدأنا باعتماد خطة وطنية لمواجهة سرقة الأراضي. هذه الخطة الوطنية التي تحمل باتجاهاتها الثلاث، الاتجاه الأول المستوى الفلسطيني، الاتجاه الثاني العربي والإسلامي، الاتجاه الثاني على المستوى الدولي. ونحن على الصعيد الفلسطيني حريصون على هذه الفعاليات المستمرة. كل الخيارات مفتوحة لإسقاط صفقة القرن وسرقة الأراضي، وعلى الاحتلال أن يدرك بأنه يفتح على نفسه أبواب جهنم. لن تمر هذه الصفقة ولا سرقة الأراضي لو على أرواحنا، وكل الخيارات مفتوحة وعلى رأسها المقاومة المسلحة وكذلك المقاومة الشعبية وكل أشكال المقاومة سياسية شعبية مقاومة مسلحة لإسقاط هذه الصفقة وقرارات الضم، لأننا أصحاب الحق الشرعيين على هذه الأرض. شكرا جزيلا لك القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من قطاع غزة. علق وزير الأمن الإسرائيلي بني جانتس على خطة الضم بالقول إن مسألة الاستيطان في الضفة مهمة. جانتس وخلال جولة له في النقب شدد على ضرورة إيجاد الصيغة التي تأخذ اليهود إلى هناك وفق تعبيره. قال المدير العام لمنظمة منطقة جبهار الحرة الإيرانية عبد الرحيم كردي إن الربط التجارية بين مومباي وهامبورغ وسان بطرسبرغ سيتم عبر موانئ أستراخان في روسيا وجبهار الإيراني ونافاشيفا في الهند بدلا من قناة السويس المصرية. كردي شدد على أن الممر التجاري سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا بشكل ملحوظ من 38 يوما إلى 14 أو 16 يوما فقط. أشار إلى أنه يمكن لميناء شبهار أن يؤدي دور ربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه. والآن ينضم إلينا من طهران المستشار في غرفة التجارة الإيرانية الدكتور صباح زنكنة. مساء الخير دكتور زنكنة، أتوجه إليك يعني بسؤال من خبرتك يعني بالمتعلقة بغرفة التجارة. نحن نتحدث عن خط بحري جديد، هل هذه يمكن اعتبارها نقطة فاصلة في العلاقات الدولية الاقتصادية في العالم، وكذلك ما مدى أهميتها بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الحصار المطبق عليها ومحاولة التضييق الخناق؟ تحية لك ولجميع الأخوة العاملين والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن إيران لا يمكن أن تلغى من الوجود ولا يمكن أن يستغني عنها العالم باعتبارها منطقة كبيرة جدا وتربط بين بحار العالم والمحيطات من جهة من الجنوب، وأيضا بحر خزر أو قزوين في الشمال، وتربط بين دول القفقاز، عدة دول قفقازية وآسيا الوسطى وأيضا دول أوراسيا. إذن هنالك مفاتيح ومعابر لابد وأن توصل هذه المناطق التي يسكنها أكثر من 400 إلى 500 مليون نسمة، وهؤلاء يحتاجون إلى مناطق توصلهم إلى البحار. الحقيقة أن منطقة شابهار تبعد عن موانئ إيران الأخرى في لنقل في عبادان أو في بندر عباس أو الموانئ الأخرى حوالي 1000 كيلومتر، أي أنها تعبر مضيق هرمز وتطل على بحر عمان والبحر العرب والمحيط. فهذه الإمكانية تعطي لإيران فرصة كبيرة جدا لإيجاد خطوط ترانزيت من الهند، من شبه القارة الهندية، ومن آسيا أيضا، من شرق آسيا إلى آسيا الوسطى، إلى أفغانستان وإلى مناطق بعيدة ليس لديها حضور على البحار. وقد بدأت الهند
استثمارات كبرى في هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة سياحية وأيضا فيها مصانع وفيها وصل خط أنابيب الغاز إلى قرب هذه المنطقة، والتي ستأتي بمشاريع ربما لا تقل عن مشاريع إنتاج البتروكيماويات في بارس الجنوبي. ستكون هنالك حوالي 20 محطة مشاريع، كل محطة فيها 5 إلى 6 مشاريع كبرى لإنتاج البتروكيماويات. هذه المحطة تعتبر محطة وصل بين الهند وبين أفغانستان. أفغانستان لا سبيل لها إلى المياه الحرة، وقد صرح الرئيس الأفغاني غني بأن أفغانستان الآن أصبح لديها ممر مائي وأصبحت دولة بحرية، استنادا إلى الانفتاح الذي حصل نتيجة الاتفاق الثلاثي بين الهند وإيران وأفغانستان لبناء هذه المنطقة ومد خطوط السكك الحديد. كان هنالك خطوط برية، ولكن زاد عليها بناء خطوط السكة الحديد، وقد نقل من القمح من الهند إلى أفغانستان في شهر واحد أكثر من 1,100,000 طن. هذه كميات كبيرة. دكتور صباح، يمكن أشرت بشكل مفصل بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لإيجاد هذا الممر البحري الموازي بأن لا يمر بقناة السويس، ويمكن إذا خيل لنا بشكل الخارطة يلاحظ اختصار ما مدى الوقت للمرور هذه البضائع وهذه التجارة، ولكن ما الذي يرسله هذا الممر أيضا بالمعاني الاستراتيجية أو الرسائل السياسية التي يمكن قولها بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به، الذي يخولها بكسر كل أشكال الحصار التي يفرض عليها؟ نعم، كما ذكرت هنالك حركة تجارية وصناعية وتنموية كبيرة في هذه المنطقة، وستعود بنتائج تنموية كبيرة أيضا على أفغانستان. هنالك محاولات لإغلاق هذه الممرات على دول وشعوب هذه المنطقة، ولكن بانفتاح وشروع العمل في ميناء تشابهار ستنتهي جميع هذه المحاولات لإيجاد حصار على إيران. ومن عمق هذه الأهمية نجد أن الهند، وهي دولة أصبحت من الدول الكبيرة التي تقارب أن تصبح دولة عظمى، أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على أن تعطي سماح خاص لهذه المنطقة وعبور التجارة فيها وحركة المرور، إن كانت على السكة الحديد أو على الطريق البري. والاتصال سيحصل بين آسيا، شرق آسيا، وبين آسيا الوسطى وثم أوروبا. هذا التواصل عبر الجغرافيا له مدلول جيو سياسي كبير، حيث أن هذه المنطقة لا يمكن أن تغفل ولا يمكن أن تنسى ولا يمكن أن تحاصر بأي وسيلة كانت. شكرا جزيلا لك دكتور صباح زنكنة، المستشار في غرفة التجارة، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. أعلن سيرجي فرشنين نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تتواصل مع جميع البلدان التي قد يكون لها تأثير على تسوية الوضع في ليبيا من خلال الأمم المتحدة. وفي حديث للصحفيين أكد أن التفاعل المتعدد الأطراف مستمر بما في ذلك مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا معقد وصعب للغاية. دانت وزارة الدفاع التركية استهداف قاعدة الوطية في ليبيا متهمة قوات خليفة حفتر بمواصلة نشر الفوضى. من جهته أكد مدير التوجه المعنوي التابع لقوات خليفة حفتر أن الضربة التي استهدفت القاعدة لن تكون الأخيرة. تقرير زهراء الديراني. خ
خسائر تركية في قاعدة الوطية شمال غرب ليبيا. 9 غارات استهدفت القاعدة مدمرة رادارات ومنظومة دفاع جوية تركية من طراز هوك. ومنظومة كورال للتشويش كانت القوات التركية قد نصبتها الخميس الماضي. هذه المشاهد جاءت بعد ساعات من جولة تفقدية لوزير الدفاع التركي خلوص أكار على قوات بلاده في طرابلس ومصراتة، وإعلانه من على متن بارجة حربية قبالة السواحل الليبية نية أنقرة البقاء في ليبيا إلى الأبد. وزارة الدفاع التركية قالت إن الاستهداف يظهر رغبة قوات خليفة حفتر وداعميها الإقليميين والدوليين في مواصلة الفوضى في البلاد، لافتة إلى أن الاستهداف أحدث عطلا في بعض الأنظمة فقط. من جهته وصف وكيل وزارة الدفاع التابع لقوات حكومة الوفاق الاستهداف بالمحاولة البائسة لتحقيق نصر معنوي ردا على الانتصارات التي تحققها قوات الوفاق في الميدان، متوعدا برد رادع في الوقت والمكان المناسبين. مقابل ذلك أعلن مدير التوجيه المعنوي لقوات خليفة حفتر العميد خالد المحجوب تدمير منظومة الدفاع الجوي التركي في القاعدة، وكشف عن وقوع قتلى وجرحى من العسكريين الأتراك، نقل بعضهم إلى مستشفيات في طرابلس والبعض الآخر إلى تركيا. وأكد أن هذه الضربة التي بحسب قوله أيقظت الرئيس التركي من نومه مذعورا لن تكون الأخيرة، مشددا على أن أردوغان لن يكسب مغامرته العسكرية في ليبيا. قصفت القوات التركية قرية هوشان في ريف عين عيسى شمال سوريا، ما أدى إلى وقوع أضرار واحتراق محطة وقود في القرية. القصف التركي طاول أيضا قرى تل الدبس وخربة بقر وقزعلي وكور حسن وأبو حية بريف تل أبيض الغربي. كذلك استهدف شاحنة عند مرورها على الطريق الدولي حلب الحسكة. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر سعودية وأمريكية أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يعد لائحة من الاتهامات بالفساد وعدم الولاء لمحمد بن نايف. فاطمة قاسم والتفاصيل. إلى الواجهة عاد مجددا الصراع على العرش بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، ارتفاع مبهر وسقوط مأساوي لبن نايف في مملكة صحراوية. تحت هذا العنوان توسع مقال تحقيقي في صحيفة واشنطن بوست في خلفيات الصراع وتفاصيل اليوم الذي أطاح فيه مبس بمبن ومخطط الأول لمحاكمة الثاني بقضايا فساد. الصحيفة تنقل عن مصادر أمريكية وسعودية قولها إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لبن سلمان تستعد لتوجيه اتهام إلى ولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف بتحويل مليارات الريالات من خلال شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخاصة عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة. لكن وثائق اطلعت عليها الصحيفة من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة إليه كاذبة وتتناقض مع المرسوم الملكي الصادر عام 2007 عن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتفيد بأن أنشطته المالية السرية تمت الموافقة عليها من قبل الملك ممهورة بتوقيعه وبكلمة لا مانع. هذه الوثائق يحتفظ بها محامو مبن في بريطانيا وسويسرا، وستتاح في أي إجراء قانوني دولي قد ينشأ عن محاكمته بحسب أحد مساعدي بن نايف. ليس سهلا أن ألبس الكذب تاجا على رأسي، جملة من رواية هنري الرابع لشكسبير ختم بها ديفيد إغناتيوس مقاله ويقول: تلك مقولة تنطبق على كل ولي عهد في الحاضر والماضي. قالت حركة النهضة في تونس إنها تنوي مراجعة موقفها من الحكومة بسبب شبهة تضارب مصالح رئيس الوزراء التي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي على حد تعبيرها. وفي بيانها أكدت النهضة أنها تتابع التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، وشددت على ضرورة إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب. الظاهرة مستمرة بعد هذا الفاصل، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم.
من جديد أهلا بكم، ونستأنف الظهيرة من فنزويلا. ففي ذكرى الاستقلال، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتهم واشنطن بتصعيد سياستها العدوانية تجاه فنزويلا، وأكد أن الولايات المتحدة سعت لزيادة معاناة الشعب الفنزويلي خلال أزمة كورونا. تقرير مريم عثمان. عبر الجو أو البحر أو البر، تصمد فنزويلا أمام محاولات محاصرتها. العرض العسكري في عيد الاستقلال هذا العام كان مختلفاً، رسائل واضحة وجهتها كاراكاس ضد واشنطن وحلفائها بالرد المباشر على أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية وتضييق الخناق عليها. الرئيس نيكولاس مادورو ندد بسياسة الولايات المتحدة تجاه بلاده، مؤكدا أنها تزيد من عدوانيتها تجاه فنزويلا خلال وباء كورونا، وأشار إلى أن واشنطن لم تكتفي بتصعيد العقوبات الإجرامية التي طالت الغذاء والوقود، بل وصلت إلى حد حرمان الفنزويليين من الحصول على الأدوية والمعدات الطبية خلال تفشي وباء كورونا. عندما بدأ الوباء بالانتشار في فنزويلا ودول أخرى، اعتقدنا أن الولايات المتحدة ستوقف عدوانيتها، وما حصل هو العكس، إذ قامت بزيادة العقوبات الإجرامية وعززت حملتها لمنع الدواء والطعام والنفط وسعت لزيادة معاناة الشعب الفنزويلي. في المعركة الشرسة ضد وباء كورونا، اتخذت فنزويلا القرارات الصائبة في الوقت المناسب بحسب مادورو، أبرزها تعميق علاقاتها السياسية والاقتصادية مع حلفائها الدوليين، وعقدت اتفاقات اقتصادية وعسكرية مهمة ولا سيما مع روسيا وإيران كرد مباشر على أي محاولة أمريكية أو أوروبية لمحاصرة شعبها اقتصاديا. وفي سياق العلاقات الاستراتيجية لفنزويلا، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة تهنئة لكاراكاس بعيد الاستقلال على ضرورة تعميق العلاقات بين إيران وفنزويلا التي ستسهم على نحو كبير في تخطي فنزويلا مشاكلها الحالية. بعد رفض بريطانيا إعادة ودائع ذهب إلى فنزويلا تقدر بمليار دولار، هل تمثل الدول الغربية مكانا آمنا لتخزين الودائع أم أن هذه الودائع تحولت إلى وسيلة للابتزاز السياسي؟ الإجابة مع أحمد عبد الله. عندما يتعلق الأمر بمصالحها، لا تجد الدول الكبرى أي حرج بتجاوز وتأسيس القيم الأخلاقية والإنسانية التي تدعيها وتحاول أن تفرضها على الآخرين بشتى الوسائل المتاحة. هذا ما فعلته بريطانيا أخيرا عندما رفضت المحكمة العليا فيها إعادة تسليم الذهب الفنزويلي المودع لديها، والذي كانت الحكومة الفنزويلية تنوي إنفاقه على مساعدة مواطنيها خلال فترة أزمة كورونا، بذريعة أن الرئيس نيكولاس مادورو لا يمثل السلطة الشرعية في فنزويلا وفق ادعائها. بريطانيا التي لا تترك فرصة إلا وتسعى من خلالها إلى التشدق بمفاهيم الديمقراطية، تقلب فجأة هذه المفاهيم رأسا على عقب عندما لا تتوافق مع سياساتها الخارجية ومصالحها، فتهمش رئيسا منتخبا من الشعب الفنزويلي لمصلحة شخص قرر بين ليلة وضحاها تنصيب نفسه رئيسا للبلاد من دون مسوغ شرعي أو قانوني. وبعيدا عن وهم الديمقراطية الغربية الذي لم يزرع سوى الشقاق والفتنة في كثير من دول العالم، تسلط الخطوة البريطانية الضوء على معاناة العديد من الدول التي تسرق الدول الغربية أموالها متسلحة بقوانين جائرة لتجميد أرصدتها. فإذا كانت كاراكاس عاجزة عن استرداد أموالها، فماذا ستكون حال ودائع دول أخرى؟ هل تستطيع السعودية مثلا استرداد ودائعها النقدية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتجاوز قيمتها تريليون دولار إذا ما قررت واشنطن ذلك؟ وماذا عن الأموال الصينية المستثمرة في السندات الأمريكية وقيمتها تتجاوز تريليونا ومئتي مليار، والخلافات تكبر بين العملاقين الصيني والأمريكي؟ أمثلة لا تعد ولا تحصى، لكنها كافية للتساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أو الدول الغربية بشكل عام مكانا آمنا لتخزين ودائع الدول النامية، بعدما أثبتت التجارب أن هذه الودائع ما هي إلا رهينة للابتزاز السياسي. رأت الخارجية الصينية أن إرسال الولايات المتحدة لسفن إلى بحر الصين الجنوبي هو لاستعراض العضلات. المتحدث باسم الخارجية وفي مؤتمر صحفي أشار إلى أن واشنطن تسعى إلى إقامة العوائق بين دول المنطقة. ويأتي الموقف بعد قيام حاملة طائرات أمريكية بإجراء مناورات في بحر الصين الجنوبي.
نفى أو يوم الاستقلال الأمريكي شهد تصعيدا في التعبير عن الغضب الشعبي وصل إلى حد إحراق العلمين الأمريكيين، علم الولايات المتحدة والعلم الكونفدرالي. تقرير هبة محمود. في المسلسل الشهير عن السياسة الأمريكية هاوس أوف كاردز، قلبت نتفليكس العلم الأمريكي رأسا على عقب، وأكملت رسالتها الصادمة بمشهد لرئيس يحرق العلم، رمزية وتطابق مع واقع نشهد فيه اليوم أمريكيين يحرقون علم بلادهم وفي يوم الاستقلال. إجمالاً هذا ليس بجديد، لقد حدث في الأعوام الماضية، لكن حساسية مشاهد هذا العام تكمن في تكرارها وانتشارها وعلو صوت السخط فيها. كل رمزية أمريكية مستهدفة، لا العلم بمنأى ولا الشعار الشهير المرتبط بعظمة أمريكا. لا يحتاج المرء للإبحار في ردود الفعل لإدراك أن إحراق العلم الوطني لأي بلد سيغضب شريحة واسعة من أبنائه، فالمعركة أصبحت معركة رموز بين الطرفين. ترامب يريد الحفاظ على رموز الكونفدرالية والحرب الأهلية. في تلك الحقبة التاريخية الحساسة من التاريخ الأمريكي، أعلن عدد من الولايات الأمريكية انفصاله وجعل العلم الكونفدرالي علمه، لذا قد يتقبل كثير من الأمريكيين حرق هذا العلم خلال الاحتجاجات الحالية لكونه رفع ضد العبيد والاتحاديين، ولكن نسبة واسعة منهم لن تبتلع حرق العلم الوطني. يقف المتظاهرون الغاضبون إذن عند الخط الأحمر، وعند هذه النقطة المفصلية تحديداً قد تنقلب الآية في حال جرى تجاوزها. هم يريدون بلا شك تغييراً بنيوياً جذرياً، ولكنهم أيضاً يغامرون بمدى تقبل شريحة واسعة من الأمريكيين لتصرفاتهم. ترامب الذي يقول إنه متمسك بالحفاظ على ما يسميه الإرث الأمريكي، يعني فيما يعنيه الهيمنة البيضاء على البلاد، ورغم المؤشرات على تراجع شعبيته بين البيض، هو يملك قاعدة قوية بينهم، هذا عدا عن كونهم غالبية مقارنة بالسود الذين لا تتجاوز نسبتهم في البلاد بأحسن الأحوال 14%. في إيران بدأ سريان قرار حكومي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة في محاولة للحد من انتشار الفيروس بعد ارتفاع الإصابات به خلال الأسابيع الماضية. التفاصيل مع الزميل من حبرية. عود على بدء، وكأن هذا المشهد هو للأسابيع الأولى من انتشار فيروس كورونا في إيران، فارتفاع أعداد الإصابات بشكل لافت في الأسبوعين الأخيرين دفع الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ قرار يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة، على هذا القرار يخفف من انتشار كورونا ويسمح باستمرار إدارة العجلة الاقتصادية من دون الحاجة إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي أو التام. ارتداء الكمامة أمر مهم لأننا بذلك نبعد عنا الوباء ونحترم مجتمعنا وأنفسنا، ولذا يجب أن يحافظ بعضنا على بعض ونرتدي الكمامة. يقول الخبراء إن الالتزام بارتداء الكمامة قد يحد من انتشار الفيروس بنسبة 70 إلى 80%، وهو رقم قد يساعد الأطباء على التقاط أنفاسهم والتحضر لأي موجة ثانية. من الضروري استخدام الكمامة ومراعاة المسافة الآمنة، فمن دون ذلك سينتقل الفيروس بين الأشخاص بسرعة وكثرة، بينما عندما نرتديها فانتقال العدوى ينخفض إلى 1.5%. لم تعد تعاني إيران من نقص في الكمامات ومواد التعقيم أو الأجهزة الطبية المختصة بمواجهة الفيروس والأدوية الخاصة للتخفيف من أعراضه، بل أصبح لديها فائض في بعض هذه المستلزمات، وتسعى الآن إلى إنتاج كمامات طبية بأسعار زهيدة تكون في متناول الجميع وقابلة للغسل والاستخدام أكثر من مرة. ارتداء الكمامة واحد من إجراءات متعددة تقوم بها إيران للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الخبراء يؤكدون أن الفيروس رغم كل هذه الإجراءات لن ينتهي بسهولة، والحل الجذري يكمن في إيجاد الدواء واللقاح،
اللذين تعمل على إيجادهما دول عدة ومنها إيران. ملحم ريح، طهران، الميادين. قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني إن نحو 21% من الشركات الألمانية ترى أن أزمة فيروس كورونا تهدد وجودها. الباحث في معهد إيفو ستيفن ساور أوضح أن بواعث القلق تساور على نحو خاص وكلاء السفر والفنادق والمطاعم، متوقعا أن تشهد ألمانيا موجة إفلاسات في الأشهر المقبلة. صوت الصمود، الاحتفال الاستثنائي المباشر في قلب معابد معلبك الثلاثة شرق لبنان، عزفته الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بأمسية نظمتها لجنة مهرجانات معلبك الدولي، وذلك في غياب الجمهور داخل الاحتفال، حيث قدم 170 عازفا مقطوعات موسيقية كلاسيكية لبيتهوفن ولبنانية من أعمال الأخوين الرحباني. وقدم الممثل رفيق علي أحمد مشهدا مسرحيا مقتبسا من قصة دمعة وابتسامة للأديب اللبناني جبران خليل جبران. كما عرضت خلال الحفل مشاهد على أعمدة المعبد تذكر بأبرز الأحداث التي نظمتها مهرجانات بعلبك. ثم نزلها من الأجواء الموسيقية إلى من الفن إلى الاقتصاد مع الزميلة أليسار كرم. مساء الخير أليسار. أيضا أخبار لبنانية ببداية، أعتقد الأخبار الاقتصادية صحيح ولكنها مختلفة للأسف. تفضلي. التوجه شرقا هو الخيار الذي ستعتمده الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بمشاريع استثمارية في قطاعات متنوعة. وهذا كان على جدول أعمال البحث بين السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروز نية ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمو غجر، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وفي قطاعات الوزارة والحاجات التي يتطلبها قطاع الطاقة، ولا سيما معامل إنتاج الكهرباء. وتأتي زيارة فيروز نية بعد أيام من اتفاق لبنان مع العراق على تبادل السلع والخضار بالنفط الخام، كما أنها تأتي بعد أيام من ترحيب الصين بالاستثمار في لبنان، ولا سيما في قطاعي سكك الحديد والكهرباء. أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمو غجر ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن اتفاق يقضي بتصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية إلى العراق مقابل استيراد لبنان للنفط العراقي بأسعار مخفضة جدا. وقال غجر إن الوفد العراقي وعد بتزويد لبنان بالوقود الثقيل والخفيف بأسعار مناسبة جدا، واصفا المباحثات بين الطرفين بالإيجابية للغاية، وقال إن بدء تطبيقها سيتم في الأيام القليلة المقبلة. تراجعت مداخيل قطاع السياحة في تونس بنسبة 47% في النصف الأول من العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبينت أرقام البنك المركزي التونسي أن عائدات القطاع السياحي بلغت 695 مليون دولار في الفترة المذكورة بسبب إغلاق الحدود مع الخارج وإغلاق الأسواق والأماكن السياحية بهدف احتواء انتشار فيروس كوفيد-19. توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8% في الربع الثاني من هذا العام، والمندوبية أوضحت أن السبب الرئيس للانكماش هو إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19، وقالت إن الطلب المحلي والخارجي قد يتحسن في الربع الثالث بعد 3 أشهر من التراجع. كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن حكومته ستقدم عرضا جديدا لدائنيها للتوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة هيكلة ديونها البالغة 66 مليار دولار، وأبدت 3 جهات دائنة أسفها لغياب الالتزام الجدي من طرف بوينس آيرس لتجنب تبعات التخلف الطويل عن السداد. المفاوضات بين الأرجنتين ودائنيها تتعلق بسندات تعود إلى عامي 2005 و2010 وكذلك إلى عام 2016، وبإعطائها مهلة سداد ل3 أعوام وخفض 62% من الفوائد.
تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا بواقع ثلث على أساس سنوي في حزيران يونيو عندما استأنف تجار السيارات نشاطهم بعد رفع إجراءات العزل العام. وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إن سوق السيارات تراجعت بنحو 50% عما كانت عليه في العام الماضي، ولم تستأنف جميع مصانع السيارات البريطانية نشاطها، وتعمل مصانع كثيرة بطاقة مقلصة بانتظار تحقيق التوازن بين العرض والطلب. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده سوف تستثمر نحو 2 مليار دولار في المؤسسات الثقافية والفنية بهدف مساعدة هذا القطاع المتأثر بتبعات جائحة كوفيد-19. ورأت الحكومة أن هذا الدعم المالي هو أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع الثقافة البريطاني منذ عقود. ورغم أن المتاحف ودور السينما استأنفت نشاطها بإجراءات صارمة، ما زالت الإرشادات تفرض عدم إقامة حفلات مباشرة في المسارح أو قاعات الموسيقى. بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك وفاء. شكرا جزيلا لك أليسار. نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقفة احتجاجية ضد قرار الضم وصفقة القرن على حاجز بيت حانون إرز بقطاع غزة. التفاصيل مع أحمد غانم. هتافات منددة بالاحتلال وسياساته العدوانية والاستيطانية وأخرى رافضة لصفقة القرن وخطة الضم صدحت بها حناجر هؤلاء النسوة اللاتي أكدن تمسكهن بحقهن في أرضهن، مستنكرات الدعم الأمريكي لما وصفنه بخطة السرقة الجديدة. المرأة الفلسطينية ترفض كل المؤامرات التي تحاك ضدنا كشعب فلسطيني، ضد مشروع الضم، ضد صفقة القرن. أتينا لنؤكد على ثوابتنا، أتينا لنقول لكل العالم، للعالم الدولي أن يلتفت إلى القضية الفلسطينية. ولن نتنازل عن شبر من أرض فلسطين، ولن نتنازل عن ذرة رمل من ترابها المقدس. أن الهجمة قوية على الأمة العربية، يجب عليكم أن تقاطعوا الاحتلال مقاطعة كبيرة. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أكد في هذه الوقفة من أمام معبر بيت حانون إيرز أن قرار الضم باطل تماما، كما دان التطبيع العربي مع المحتل، فضلا عن المواقف العربية والدولية الخجولة من مخططات الاحتلال، كما طالب بإنجاز الوحدة كأساس لمواجهة مشاريع التصفية. المطلوب إعادة الاعتبار واللحمة للمجتمع الفلسطيني على أرضية الوحدة. الوحدة هي الصخرة التي سوف تتحطم عليها جميع المؤامرات. أرضنا هي عرضنا، هي وطننا، قضيتنا هي قضية وطن وليست قضية إنسانية. المرأة في وقفتها اليوم أكدت دعمها نضال المقاومة حتى التحرير، ودعت السلطة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل. تنتفض المرأة الفلسطينية اليوم رفضا لمشاريع التصفية التي تستهدف قضية وطنها، مؤكدة أن شرعية للمحتل أو قراراته التي لن تحجب الحق الفلسطيني مهما تقادم الزمن. أحمد غانم، غزة، الميادين. لم يبقى لنا سوى التذكير بأبرز عناوين الظهيرة. المرشد خامنئي لإسماعيل هنية: الجمهورية الإسلامية لن تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني ولوحدة الفلسطينيين دور مؤثر في إفشال مخططات العدو. طهران تعلن عن خط بحري جديد لربط شرق العالم بغربه بدلا من قناة السويس. موسكو تصف الوضع في ليبيا بالمعقد والصعب، وأنقرة تتهم حفتر وداعميه الأجانب بمواصلة الفوضى. واشنطن بوست تنقل عن مصادر سعودية وأمريكية أن محمد بن سلمان يعد لائحة اتهامات بالفساد ضد محمد بن نايف. في ذكرى استقلال فنزويلا، مادورو يتهم واشنطن بتصعيد سياستها العدوانية وزيادة معاناة الشعوب خلال أزمة كورونا. وبعد هنيهة. وكان في الظهيرة حفل موسيقي ضخم في بعلبك من دون جمهور، مئات العازفين والمغنين يقدمون مشهد صوت الصمود. ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. الظهيرة انتهت، في أمان الله.